أهلا بكم مشاهدينا. رفعت اليابان حالة الطوارئ التي استمرت عدة أشهر في طوكيو منذ 7 يناير بعد موجة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا، وذلك على الرغم من المخاوف التي أثارها خبراء بشأن احتمال حدوث زيادة في الإصابات. أعلن رئيس الوزراء الياباني أن إجراءات الطوارئ في طوكيو وعدد من المناطق ستنتهي في خطوة تؤكد حرص حكومته على تقليل الأعباء على المؤسسات والحفاظ على الاقتصاد. أظهر مقطع فيديو مصور بطائرة درون حمما تتدفق من بركان اندلع بالقرب من العاصمة الأيسلندية ريكيافيك، إلا أن الثوران الذي حدث بالقرب من جبل في شبه جزيرة ريكيانيز بدأ وكأنه ينحسر، إذ لم يتم اكتشاف أي رماد بركاني، ولكن تم قياس مستوى عال من الغازات البركانية بالقرب من موقع الانفجار. الظاهرة جلبت العشرات من الناس في المنطقة للدراسة أو التصوير أو لمجرد الاستمتاع بالظاهرة الطبيعية. وفي عملية شواء فريدة استخدم العلماء عند سفح بركان أيسلندا الحمم البركانية كمشواة عملاقة لطهي وجبة خفيفة من النقانق، وذلك أثناء دراستهم لثوران البركان. شهدت دلافين تسبح في مياه قناة البندقية حيث تدخل المدينة الشاطئية أسبوعها الثاني من الإغلاق، وأظهرت الصور الدلافين في قناة بالقرب من ساحة سان ماركو، كما شهد أفراد من خفر السواحل وقوارب للشرطة تحمل متخصصين في الحياة البرية يبحثون عن الدلافين بجوار الميدان الشهير. رصد أحد المواطنين الإيرلنديين حيوان فض كبير في شمال القطب الشمالي قبالة ساحل مقاطعة كيري، وقال أحد علماء الأحياء البحرية أن هذا الحيوان القطبي العملاق الذي شوهد على صخرة قبالة ساحل أيرلندا ربما انجرف بعيدا عن موطنه، ويعتقد أنه صغير جدا في العمر نظرا لطول أنيابه التي تصل إلى 30 سنتيمترا فقط. عودة لمتابعة باقي فقرات صباح العربية.